البطلة بسمة رمضان بتعتبر من أصغر اللاعبين في رفع الأثقال واللي حققوا مراكز متقدمة، تم تكريمها ومنحها نقط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس السيسي لحصولها على المركز الأول في دورة الألعاب الأفريقية، خاصة أنها بتعتبر من أصغر المشاركين في هذه المنافسات. احنا معانا على التليفون اللاعبة بسمة رمضان بطلة العالم في رفع الأثقال، نتعرف منها على رحلتها وإزاي وصلت لتكريم سيادة الرئيس ليها. يا بسمة صباح الفل عليكي. صباح النور، عامله ايه حضرتك؟ انا تمام، عامله ايه انتي؟ حلو الحمد لله. مبروك عليكي البطوله، مبروك عليكي التكريم، مبروك عليكي كل المجهود اللي انتي عملتيه وربنا كلله لك بالنجاح. الله يبارك فيكي. كلمينا بقى عن لحظه التكريم اللي سياده الرئيس كرمك فيها، كنت متوقعه ان ده يحصل ولا كانت مفاجاه بالنسبه لك، ولا كنت حاسه انه اكيد بعد كل المجهود اللي انتي عملتيه ان شاء الله ربنا هيجازيكي اكتر واكتر؟ لا حاسه ان انا بعد التعب اللي انا تعبت ربنا هيورينا حياه احلى وافضل من اللي فاتت، وانا فعلا كان شعور جميل جدا لما كنت واقفه قدامه، ودي كانت حاجه بتشدني قدام ان انا اتعب واشقى عشان ربنا يوفقنا ان شاء الله في بطوله الاولمبياد اللي جايه 2026، وربنا انا بتعب وبعمل اللي عليا وربنا يوفقنا. ربنا يوفقك دايما. طيب كلمينا بقى عن مشوارك في اللعبه، عامل ازاي؟ بداتي امتى؟ هو أنا يمكن بدأت من 3 سنين، كنت لسه جاي جديدة وكده، بدأت كنت حابة اللعبة وكل حاجة، استمرت فيها لحد بعدها بسنة دخلت المنتخب وتعبت وربنا وفقني. أول بطولة كنت مسافرة بتاعت سوريا، عملت تجارب ليها وكنت أصغر واحدة في المعسكر، عملت تجارب ليها وربنا وفقني. عندك كام سنة يا بسمة؟ وأنا عندي 14 سنة. عظيم، 14 سنة وبدأت اللعبة من 3 سنين بس. كنت بدأ اللعبة من عندي 11 سنة. كويس قوي. ناس كتير قوي تبقى مفكرة ان من بعد عمر 7-8 سنين ما بيبقاش فيه صناعة للبطل حقيقي، يعني البطل عشان يقدر يجيب بطولات كبيرة وبطولات أفريقية وعالمية لازم يبتدي من هو صغير جدا. واضح ان انت كسرتي القاعدة دي يا بسمة. ايوه انا الحمد لله، وانا كنت بتفرج على فيديوهات سارة سمير وكده، فانا كنت واخداها قدوه ليا، فانا كنت حابه اللعبه، حبيتها جدا، ولما بدات فيها بدات من اول 11 سنه وتعبت بقى وما وقفتش تمرين عنها، جيت لاول بعد سنه ودخلت المنتخب، كان بطوله سوريا انا ما كانش هيبقى ليا نصيب فيها لان الورق كان مبعوته كده، بس من توفيق ربنا اكيد. انا بعد ما عملت التجارب البطوله اتاجلت شهر كده، وعملت الورق وجواز السفر والحمد لله سافرتها. كانت اول بطوله ليا، اول بطوله دوليه ليكي كانت البطوله في سوريا. الحمد لله حققت فيها 3 ذهب، وبعد كده بقى نزلت اجازه اسبوع، بعد كده رجعت المعسكر كملت لبطوله العالم. ما شاء الله ما شاء الله. كان عندي بطوله عالم في البانيا، كان في شهر 4 السنه اللي فاتت 2023. عظيم جدا. طب هو اكيد لما خدتي البطولات وشاركتي في البطولات الدوليه اكيد في البيت شجعوكي، لكن في البدايه بقى اول ما اخترت اللعبه دي هل كان في تشجيع من البيت؟ لا، هو انا كنت اول ما اخترت اللعبه دي انا ما كانش موافقين على اللعبه ان انا العبها، ان انا كبنت وكده فما ينفعش ان انا العب رفع اثقال. وبعدين اقنعتيهم ازاي بقى؟ وانا اقنعتهم لحد اول بطوله، لحد ما دخلت المنتخب وعرفوا اللعبه وكده، فهم والد ووالدتي لهم الفضل عليا طبعا ان هم كانوا بيشجعوني بعد كده، وما كانش بيقعد يقولوا لي تكملي وما تكمليش، يعني لو هم كانوا بيشجعوني في اللعبه. طيب استعدادك ايه بقى للاولمبياد؟ احنا ان شاء الله مسافرين وعندنا قناعه انك ان شاء الله يا بسمه هترجعي لنا بميداليه. ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. قولي لي استعداداتك، بتعملي ايه؟ عندك نظام غذائي؟ عندك نظام تدريب؟ ناوي على ايه؟ وانا ان شاء الله ناوي على اولمبياد 2026، بنجهز لها هنا، وتبقى ايام تبقى في الاسبوع اللي هو التكرار تبقى تقيل، يعني تبقى 3 فترات في اليوم. تبقى فتره الساعه 8 الصبح، وفتره الساعه 12، وفتره الساعه 7 بالليل. تمام، ربنا معاك يا بسمة. يا رب. الفتره اللي هي بتاعه 8 الصبح دي بتبقى ساعه. الفترة اللي هي بتاع الساعة 12 ونص ممكن ساعة ونص ساعتين. لا بكل التأكيد إنه التجهيز للأولمبياد هيكون صعب،
طبعا. مش اي حاجه، وانت قدها ان شاء الله، وباذن الله ترجعي بالميداليه الذهبيه. شكرا جزيلا للاعبه بسمه رمضان بطل العالم في رفع الاثقال.